في انطباعات اتكونت في أذهاننا من الدراما ومن السوشيال ميديا بقى صعب تغييرها، زي مثلا إن رجل الأعمال زعيم عصابة، وإن أي ملتحي فهو متطرف، وإن زوجة الأب قاسية بطبيعتها. أهو كذلك برضو دور رعاية الأيتام، كتير مننا متخيل إن فيها ناس بيعذبوا الأطفال وبيسيئوا معاملتهم، رغم إن معظم العاملين فيها ناس أفاضل بينالوا أجر قد يكون زهيد ماديا لكنه عظيم عند الله. وبعيدا عن صحة الشكوك وضمانات الرقابة الحالية على دور الرعاية، لكن السؤال الأهم هو هل الاتجاه العام الحالي إلى الكفالة في المنازل هتكون نتيجته يوما ما إننا مش هنكون في احتياج لدور الرعاية؟ أو مثلاً هيقتصر دورها كمحطة استلام وتسليم للأطفال المكفولين؟ خلينا نشوف موقف دور رعاية الأيتام في مصر حالياً، أخباره إيه؟ دور الرعاية دايماً بتتعرض لهجوم بأن في عنف وفي إساءة معاملة للأطفال، هل مازال الزعم ده منتشر ولا خلاص تم محاصرته بالكاميرات أو بغيره؟ أي تجمعات فيها مشاكل سواء من القائمين على المنظومة أو من الأولاد نفسهم، ولكن إحنا شغالين بعمليات الدعم النفسي والاجتماعي، عمليات التدريب، عملية النزول التنفيذي، دي حاجة من شغل الشرطي بقى، إن أنت كل شوية تنزل دار، فده بيخلي القائمين على المنظومة في ناس بتيجي تبص، في ناس بتيجي تدور، فكله بيلتزم. الحقيقة أنا شايفة إن الدور وضعها خلال السنوات الأخيرة، الثلاث سنوات الأخيرة، تغير تماما. ايه راي حضرتك في اللي بيسيئوا معامله الطفل داخل دار ايتام او داخل دار رعايه؟ نقول لهم ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القران صراحه: فويل، قال ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض ولا طعام المسكين. فربنا سبحانه وتعالى توعده من فوق السبع سماوات. اللي بيقهر اليتيم معنويا جرمه عند الله اشد من اللي بياكل مال اليتيم. انا اول ما فتحت عيني في الدنيا وكده لقيت نفسي متربي في دار ايتام في طنطا. اول ما كنت ببص وانا رايح مثلا المدرسه وكده اشوف بلاقي الاتوبيس بتاع المؤسسه بيبقى واخدنا كلنا وكده، والاتوبيس كان بيبقى مكتوب عليه دار الهدى رعايه الايتام وكده، وكنت بشوف ناس تانية بقى، الناس العاديين اللي هم معاهم اباهاتهم وامهاتهم وكده، بقول احنا مش زي دول ليه؟ يبقى في سبب طبعا او في حاجه. ابتديت تسال السؤال ده لنفسك وانت عندك كام سنه كده؟ وانا في حوالي 5 ابتدائي. قلت انا مش زيهم ليه؟ او في هتلاقي في سبب او هتلاقي في فرق حاجه زي كده. فما سالته كده وفهموني قالوا لي انت في ملجأ ايتام، انت مالكش اهل والكلام من دوت. فقلت لهم ازاي يعني ماليش اهل ولا ليا الكلام دوت؟ يعني ممكن يكون مثلا اهلي مثلا جايبيني هنا مثلا عشان مش قادرين يصرفوا عليا مثلا، ولما اكبر اروح لهم؟ قالوا لي لا، كل واحد وليه قصه وكده. اولا فتحت عيني لقيت نفسي بنام في شقه فيها 23 واحد، وفي مجتمع تاني خالص مش زي اللي هو المجتمع العادي اللي هو بتنام في شقه 23 واحد. يعني كل واحد كام حد في اوضه؟ يعني مثلا عدد في الاوضه دي كان فيها حوالي 4. قالوا لك احنا لقيناك ازاي؟ ما هو مش هم ما قالوليش احنا لقيناك ازاي. لما انا سالت صاحبه الدار قالت لي انا لو عرفتك مامتك تبقى ايه او اهلك يبقوا ايه انت هتستعر من نفسك طول حياتك وكده. فانا ما اصريت برضو ان انا اعرف وان انا اعرف اهل دول فين ولا نظامهم ايه او هم عايشين ازاي من غيري او هم فعلا هم اللي راميني او انا مخطوف او كده. وانت في الدار ما كانش في حد بيضايقك؟ هو كل ما كان في الحلو والوحش. الوحش ايه اللي كان بيحصل؟ ان هم حسونا ان احنا ايتام. عملوا ايه يعني؟ ايه اللي اتقال لك او ايه اللي انت سمعته وانت جوه الدار حسيت منه ان انا يتيم؟ مش مهم ان هو يتقال الكلام، المعامله بالوضع اللي انت فيه، العيشه اللي انت فيها. كان في معامله وحشه؟ كان في معامله سيئه؟ حد ضربك قبل كده جوه الدار؟ هو مش بيضربك عشان انت مالكش اهل ولا الكلام دوت، هو بيضربك عشان مثلا انت عملت حاجه غلط. يعني مثلا زي ايه؟ انا كنت بروح الشغل، انا واحد من ضمن الناس، وانا واحد من ضمن الناس كنت ايه، ما كنتش كنت الاتوبيس كان يوديني الشغل وكنت اهرب من الشغل. اقعد طول اليوم بره في الشارع. الشغل ده كان ايه؟ كنا بنشتغل في شركه في شبرا النمله، كانت واخده 27 واحد من الدار، ويعني ايه الدار كانت متعامله مع كذا. اشتغلوا ايه جوه الشركه؟ بنشتغل في الاجهزه الطبيه، نجاره بقى وكلام من دوت، ونجاره بقى وحداده وكلام من ده، شركات. انا واحد من ضمن الناس ما كنتش بروح، كنت بهرب من الشغل. ليه؟ كان بي اصل انا كنت ابقى شغال طول الشهر.
ويجي مشرف اخر الشهر ياخد مرتبي ويقول لي احنا هنحوشه لك احنا مش عارفه ايه الكلام ده كله. فانا كان بيحوشه لك؟ كان بيحوشه لك. يعني كان بيديك الفلوس بعد كده؟ لا يعني انت كان بتاخد منك الفلوس؟ انت بتاخد مصروف. يعني هو بيقبض بدل منه، بيقبض مكاننا كلنا، ويدي لك مصروف. بيديني مصروف كل خميس. مصروفك بيبقى قد المرتب؟ كنت باخد مصروف كل خميس 50 جنيه. المرتب بتاعك اللي كنت ما كناش نعرفه. فكرة دار الرعاية ان طفل يتربى فيها وينشأ ويكبر ويتخرج منها، هل ممكن ده يدينا طفل سوي؟ هل ده الشخص ده عنده عقد معينة تجاه المجتمع، ولا راضي بحاله وبيكون نال خدمة طيبة فحاسس بالامتنان؟ على حسب من يقدم له الخدمة، وبيبقى فاهم نفسيته ايه وفاهم طبيعته ايه وبيتعامل معاه ازاي. لا يتعامل معايا بمنطق منتهى الشفقة ان انا ما ينفعش عاقبه وما ينفعش اعمل له اي حاجة، وبرضه ما يتعاملش معاه ان هو مستباح ده ملوش اهل، فايه اعمل معاه اللي انا عاوز اخوفه ارهبه. لازم يكون فعلا كانه بيربي ابنه او بيربي بنته. اهم حاجه اللي في دور الرعايه، القائمين على دور الرعايه، هم عندهم من السواء النفسي والاتزان النفسي قد ايه، عندهم من الادوات اللي يقدروا يتعاملوا بيها مع اليتيم او الايتام بشكل عامل ازاي، متوفر عندهم حد اخصائي نفسي او معالج نفسي او خلفيه نفسيه قد ايه عشان يتعاملوا مع الايتام دول. فاحنا مش عايزين نعمم الموضوع، بس في بعض دور الرعايه ما عندهمش اي تاهيل نفسي ان هم يقفلوا طفل. اي دار ايتام ما عندهاش متخصص نفسي وبيقوم بدوره صح، مش مجرد قاعد يبقى وظيفة كده، بيقوم بدوره صح، يبقى انا اسحب منها الترخيص او ما بقاش، يعني احس ان ما فيهاش امانة او شكل علمي كافي، لانها ما بيعو يعني ما بينتج شخص غير سوي. هل صح ان انا اقول للطفل فجأة يطلع من الدار روح شوف لك حتة تعيش فيها؟ لا، ديت انا متضايق منها جدا. توصل مثلا 19 20 سنة وخلاص هو اعتمد وبيروح مكان وعايش فيه وتربى فيه ودخلوه مدرسة، وفجأة واحدة ايه انطلق في الحياة. علي هرجع تاني واسألك، انت طلعت من الدار ازاي؟ طلعت من الدار كان يوم بالنسبة لي كان يوم كابوس، مش ما كانش يوم عادي يعني. كنت خلاص تميت ال 18 سنة بالظبط. صاحبة الدار دخلت علينا قالت لي علي انت تميت ال 18 سنة. كنا المغرب في عز الشتاء. قلت لها طب يعني ايه تميت ال 18 سنة؟ قامت جاية قالت لي علي انت ايه لم هدومك يلا. قلت لها لم هدومي واروح فين حضرتك؟ قالت لي لم هدومك، انت خلاص تميت ال 18 سنة والسن القانوني كده وانت هتمشي. قلت لها امشي فين؟ انا هروح فين؟ انا هاكل واشرب ازاي؟ طب اديني فلوس حتى اجر شقه لما تتم السن القانوني، يبقى ايه تعالى خد دفتره. طب حضرتك انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هطلع دلوقتي. يعني انت ما تهيأتش نفسيا قبل ما تطلع من الدار؟ انا لو اعرف قبلها انا ما كنتش مشيت. انا والله ما كنت همشي، وكنت حوشت بقى بجد، وكنت ايه عرفت احوش مصروفي. ايه اللي حصل؟ حسيت بايه؟ الدنيا اسودت في وشي خلاص، ما حسيت ان انا في عذاب اليم، واستغفر الله رب، كاني داخل جهنم بقى. بيت الليله دي ازاي؟ يا ريتها كانت ليله، انا بيت 6 شهور، عديت ال 6 شهور. اول ليله انا عايزك بس تقول لي اول ليله. اول ليله قلت بس وكده الدنيا وقفت قدامي، كانت الساعه ربي كانت لحد الساعه 12 بالليل، ما عرفتش اسلك في اي مكان ابت فيه. روحت في كوبري عندنا اسمه كوبري التجنيد، ده كان امل ليا، ده أكتر منطقة لقيتها بالنسبة لي أمان. عملت في المكان دوت كان قدامي بيت بيتبني، عمارة بتبني كده، حتة أرض فاضية وهتبني فيها طوب وكده، عملت بيت من طوب، عشان عملت إيه طوب كده من الجنب دوت، يعني يا دوبك يغطيني، يعني عملت زي نظام أوضة صغيرة، بس أنا مش عاملها بأسمنت ولا الكلام ده، لأ، عشان خاطر إيه الكلاب، لا مؤاخذة يعني، الكلاب اللي بتبقى في الشارع أو القطط أو العرس وكده ما تجيش عليا، ما تجيش تعض فيا مثلا وأنا أبقى نايم مطمن. احنا عندنا الاطفال الشباب بيفضلوا في دور الرعايه لغايه ما يخلصوا المراحل التعليميه كافه، ولو في تعليمات حتى لو ماجستير ودكتوراه بيبقى قاعد في الدار وبيخلص، ولكن ما ينفعش تجمع ما بين الصغار والكبار. ده ليه عواقب غير عاديه، تبدا عندك تعديات مختلفه، فما ينفعش، لان دور الايتام عشان الاطفال الصغير. انا عديت المراحل التعليميه وخلصت تعليمي، يبدا يخرج لشقق رعايه لاحقه. ايه هي شقق رعايه لاحقه؟ المؤسسة أو الجمعية بتوفر شقق رعاية لاحقة لكل 4 شباب مع بعض، وعليهم مشرف. البنات
أربع بنات ومعاهم مشرفة لغاية ما يخلصوا مراحلهم التعليمية. شباب بيدخل يلتحق بالخدمة العسكرية أو عن طريق برامج الوزارة المختلفة، برنامج فرصة والوظائف المتاحة. إحنا بنعمل لهم وظائف أساساً، بنوفر له وظيفة، يبقى كده خرج خلص تعليم وأخذ وظيفة، يبدأ يستقل بحياته، يبدأ يبني أسرة ويعيش حياته.